زكاة الحلال وزكاة فهذه من الأشياء الطيبة اللي طرت علي القصة بعد ما تقدم أبو نايف بالقصة هذه. ما شاء الله. في فائدة برضه عن الصدقة اللي رواها لي يعني حاصلت عليه هو نفسه. نعم. وقال لي والله ما رويتها لك إلا للعبرة. الله أكبر. صحيح. نعم. يقول اتصل علي شخص عزيز علي وقال أبغى سلف 3000 ريال. يقول أبشر. يقول حولتها بحسابه. يقول أنا أعرفه رجل مقتدر وغني. لكن سبحان الله العظيم يمكن يحتاج ذيك اللحظة. يقول أنا أعرفه يعني ما هو بحاجة إنه والله يبي يتسلف لكن يمكن ذيك اللحظة. يقول أرسل حولتها بحسابه 3000 ريال. مر شهر، 6 شهور، سنة، سنتين، 3 سنوات. ما قال شيء. يقول ما رجع لي حاجة ولا شيء وأنا والله إني في قرارة نفسي قلت الله يجعل بعل وألف ظل. يقول أنا عارفه رجل غني لكن سبحان الله الله يعلم بالظروف. صح. ما أدري. صح. فيقول يوم من الأيام بعز الحر، يقول درجة الحرارة يمكن 49، يقول أنا طالع مصلي لنا على جنازة إلا في واحد من جيراننا فقير وشايب كبير بالسن عمره فوق 90، يقولوا على عصا يمشي ولبق بجنبه، سلام هلا ابو فلان يلا حي اركب اركب اركب. يقول يركب معي، يقول سبحان الله، يقول اطالع كذا ولا والله ما بجيبي الا 300 ريال، مو هو اللي عندي، يقول هذا اللي موجود بجيبي المخبأ. يقول وانا اخذها كذا يوم جايب ينزل ويزيل لي المرمى حق المخبات، حد يقول انا سقطها بمخباته وهذاك محتاج اي فقير اي. يقول نزل من السياره وراح، يقول دخلت البيت وانا قاعد اتغدى ليوم رن جوالي، قال ابو فلان كيف الحال وشلونك؟ قال تكفى ابي رقم حسابك. يقول يوم قال ابي رقم حسابك يعني ما بغيت اقول وش وعاك بعد 3 سنوات. قلت وش تبي فيه؟ قال فيه عندي غرض ابغاك تكفى تجيبه لي ضروري ومبلغه بسيط مره وما والله اطلبه منك لين تعطيني رقم حسابك. قلت يا ابن حي يقول عاد انا امون عليه. قلت يا ابن حي غادي تعفيني من الموضوع وتجيبها انت بنفسك وتفكني؟ قال لا والله انت اعطيني رقم حسابك قبل. قلت سم. يقول ارسل لي رقم الحساب. يقول يوم طنطن، يقول شوف انا معطيه 300 ريال، لا والله يوم جت الرساله 3000. يقول يوم وصلت الرساله وهو يتصل علي قال ابو فلان، انا ابغى اقول اسمه حتى ما يظهر، ابو فلان. قال سم. قال تكفى اسمح لي والله العظيم اني ناسي الفلوس اللي انا اخذت منك قبل 3 سنوات لكن جعلني الله كتبتها وصل وذكر حطيتها بالشنطة. يقولوا اليوم قاعد بعد صلاة الظهر فتح بالأوراق والقاها أنا ما حولتها لك. قلت يا رجال أنا محللك بنفس اللحظة. قال لا يا أخوي الله يجزاك خير اللي حللتني لكن أنا بغنى بس. صح. يوم أقول لك ذاك اليوم كان حسابي في مشكلة ما قدرت أحول عليه من حساب الثاني وقلت لعلك تحول أنت تمشي أمور. يقول أنا نسيت. شوف سبحان الله العظيم. يقول والله كأنه جاء ملك وصحاه يرجع له 3000. هذه عبرة من العبرة. هنا قومت من النوم. الله أكبر. فيه طال عمرك عمر السامع، توفى صديق لي الله يرحمه ويغفر له. الله يغفر له. كان الرجال الله يغفر له صلاته زينة ماشي، كما تفوته الوتر كانت أموره زينة، شاب لكن صلاته زينة أموره زينة. الشيء حاصل علي أنا وقم أنا وأتحلم بهالكلام ذا قبل تقريبا شهر، وأتحلم إن الرجال جايني. أنا تحلمت يا جماعة والله العظيم إن الشيء هذا لي أنا. قمت الصباح متحلم بهالحلم هذا، إني جيته في الحلم.